هنا سائل يسأل عن حكم الاستعاذة في الصلاة، عن حكم الاستعاذة في الصلاة. طبعا الاستعاذة في الصلاة أمر مشروع، وفي القراءة أمر مشروع أيضا، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبه بدليل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا هذا أمر ولا صارف له إلى الاستحباب، فيبقى على بابه وهو الوجوب. لكن في قضية يعني الصلاة فذهب يعني جمهور العلماء إلى استحباب الاستعاذة، قالوا الاستعاذة مستحب. شنو هي الاستعاذة؟ هي قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه كان إذا استفتح الصلاة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فالسنة أن المسلم إلى بغي يصلي كيكبر تكبيرة الإحرام ويدعو بدعاء الاستفتاح كما ذكرنا في مقطع سابق، يعني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن اقتصر على قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتفى بها فلا حرج إن شاء الله، ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يقول الحمد لله رب العالمين، ويقرأ الفاتحة وصورة بعدها أو بعض الآيات من القرآن الكريم. إذن هذه السنة. إذن الاستعاذة والبسملة ودعاء الاستفتاح قبلهما هذا أمر مشروع ومسنون، والسنة فيه الإصرار وليس الجهر. إذن السنة هو أن الإنسان كيذكر دعاء الاستفتاح بالسر، وكيذكر الاستعاذة بالسر، وكيذكر البسملة بالسر، كل شيء كيكون بالسر، وليس في ذلك شيء من الكراهة كما ذكرنا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين كرهوا كالمالكية رحمة الله عليهم، يعني كرهوا دعاء الاستفتاح وكرهوا الاستعاذة وكرهوا البسملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع هذه الأمور، واستدلوا بحديث أنس كما تقدم معنا. حديث أنس أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الشيء باش كانوا كيفتتحوا الصلاة. فالعلماء أجابوا عن هذا الحديث وعن مفهومه، يعني الذي فهمه مالك رحمه الله وأصحابه، أنهم كانوا يسرون ولم يكونوا يجهرون، وبهذا تجتمع الأدلة، بهذا تجتمع الأدلة. إذن الاستعاذة أمر مشروع وليست مكروهة، وكذلك الاستفتاح وكذلك البسملة. فهذه هي السنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.